حضرتك قبل كده قال عليه كتاب اللي هو على البيس بس الأيام حضرتك إيش عمال تستخدمه؟ بحاول إن أنا أجمع الكتب اللي نزلتهم على أساس إنه مش حاطيها لكم كلها كده بملف واحد بستفيد منها، سواء كانت مدونات ولا أي حاجة بستفيد منها، سواء كانت مدونات عربية ولا مدونات إيش؟ إنجليزية، عشان نسوي من جانب الصلاحات أو شيء زي كده. هذا بالنسبة للفورمز طبعا بتستفيدوا من الفورمز اللي موجودة هنا معانا اللي هي بروجكت ريكويست هاي. هتلاحظ انه عبارة عن تمبليت قالب تعبي هو ايش بيانات خاصة على المشروع. بروجكت ايش ريكويست فورم عبارة عن نموذج يمشي يطلب ايش مشروع اللي هو ايش هو طبعا المعلومات اللي فيه والحاجة طلب ايش تاريخ ايش تاريخ الطلب عنوان ايش عنوان المشروع بلد ايش المشروع اللي هو بيرسون اسمه اسمه فوق البروجكت ايسكتبيشن ان انا اشياء مرة اعتقد تكون في اشياء بعضها ايش عامه لان انا ما نزلتش في مكان خاص ولكن ايش مكان ايش مكان عام انت تشوف الحاجات اللي هي ايش اللي هي مهمه ومثلا هنا معك ايش الفاندنج سورسز من مصادر التمويل شو تكون بالضبط ثاني مره ايش بادجت اماونت كم القيمه ليش تاريخ ليش اقتراح هكذا كل المعلومات هذه المفترض ايش تعبى عندما تطلب ايش تطلب مشروع في بعض المعلومات ممكن تكون ما تهمكش انت كطالب مشروع كشخص مش طالب يعني طالب مشروع يعني شيء مشروع الاشياء ما تهمكش ممكن تكتبها لك ايش نان او ايش نوت ريكوايرد او من هذه الاشياء لما تجي تطلب مشروع يعني اذا واحد مثلا بيعمل في جانب البزنس والحاجات هذه اكيد الفورمز هذه المفترض ايش يعمل ينزل كل الفورمز اللي موجوده على النت على اساس انه يستفيد منها ما اقول انت بدك تعمل ريكوست انت نفسك ممكن تسميني ايش كل سبيل من التمبليتس والقوالب اللي يعملوها ليش يعملوها الاخرين حتى لما تيجي تعمل حق البروجكت شو اقول لك دابا الفورمات والاشياء اللي بتسب كل يوم بتستعين بايش؟ اشياء راح يكون تكون جاهزه واعتقد انه افضل حاجه انك تستعين بلاتكس سهل الموضوع بس البرنامج يسهل لك هذا لو هذا مره معك الاند نوت هذا الاند نوت عشان يسهل لك السيتيشن لما تاخذ سيتي شان في اشياء كثير يعني اشياء كثير في اي مشروع حتى في مشروع تحركات او قصدي في البحث حقك وكذا هذه الاشياء البرامج اللي موجوده او التقنيات اللي موجوده على النت وهذه المفروض انه الواحد يستفيد منها حتى في انجاز عمله طالما انها تسهل له عمله. الحاجه الثانيه ممكن انت بعد ما تخلص في برامج موجوده ثاني مره على النت خاصه بالاكتشاف البلوجر بس تكون برامج محترمه حمل حقك تخافش حمل حقك الثيسيس مش راح يحاول انت مثلا كل المواضيع اللي داخل قد نشرتها طبعا ما تضمنش داخل حاجه تنسي ليش؟ الا البيبرات اللي قد نشرتها الا اذا مثلا في حاجه حبه مني حتى ما نشرتهاش الى خارج يعني حاولوا قدر الامكان انه مواضيعك تكون قد منشوره على فكره حاولوا لانه كل ما كانت منشوره كل ما كان افضل لو منشوره ممكن اعمل شويه فابريكيشن ونشرها باسمه ونقفل عليك اي منشوره لا قصدي انه انت لما تكمل حقك الموضوع لشفت انه مثلا موضوعك انت عملت كونتريبيوشن لا تهملش انك تنشر موضوعك على النت انه تنشر موضوعك قصدي في دار نشر ودار نشر تكون محترمه ايضا انا في معكم مثلا دور النشر اللي معك تريبل اي معك سبرينجر معك كذا اماكن محترمه لما داخل سبرينجر او تريبل في معك اكثر من ايش؟ اكثر من جورنال تختار الذي هي افضل يعني كيو 1 كيو 2 كيو 3 ما تبحث مرة عن حاجة اسمها بعض الأحيان يجي يقول لك يعني في جورنال ما شاء الله تمام كل هذا ولا الناس كلهم ينشروا فيه وتقوم تنشر فيه وتطلع بالآخر فيك زين وابحث دائما على الذي ايش صار قد الناس تتعاملوا معاه اللي الناس تتعاملوا معاه فلما تكون معي ايش معارك معين يعني كيو 1 كيو 2 كيو 3 ولا كيو 4 على المشكلة بس الحين بدي اشوف لك 2-3 كيو 4 او قصدي كيو الباكيت مثلا لو انت ما قدرتش بتشاركها كومبريت او مره اهم حاجه انك تعملها كومبريت
يعني تعمل كل شغلك ببلد بس عمل واحده من هنا، لانه انت بالكونفرنس بتوضح شغلك، ثاني مره بتستفيد من الاخرين. في بعض الكونفرنسات لو كنت حضور فيها تريبل اي يعطوا لك تخفيض، لو مثلا سجلت في تريبل اي تدفع شهرين سنويا يجوا حال اوروبا 50 دولار 100 دولار سنويا تشترك معاهم. لما تجي تنشر حتى عندهم المبلغ اللي تدفعه ثاني مره مبالغ ايش؟ ممكن تكون اقل. لما تكون ثاني مره في الكونفرنس الكونفرنس اسمها ضمنوا اي تريبل اي ايضا ايش فيها ايضا تخفيض اي ثمرة تنفعك كباحث. ودائما يسموا كذا هو التفصيل البحثي، يعني يقولوا في جورنال اي سي اي اي سي اي وفي سكوبس. سكوبس هذه لما تكون ايش يعني تحت الكيو، لما تكون حقك البحث تشوف انه مش قوي نشره مع اي مجله عادي، لما تشوف فهم ضعيف مش قوي لكن لما تشوفه قوي تروح تقول سكوبس. ليش سكوبس؟ يعني حقر الريك كله مسجل بسكوبس، لان سكوبس هذا عباره عن مكان ايش مسجل كل الجورنالات اللي تحته، بينما الاي اس اي ايضا تحته بس كلها كيو كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4. افضل لك انك تنشر. راح يكون واحد متخوف على فكره، واحد من الطلاب كان متخوف من الشغل حقه الدكتوره ايش بدا دائما شغله انه ضعيف. انا كل شيء قوي انا كذا شغله قوي على فكره، بس دائما الشخص بيشتغل مدري ايش يشعر دائما شغله هذا مش مكتمل في حاجه مش حاجه. سبحان الله نشر حق البحث في كيو 1 اي تي اي وحصل على افضل بيبر رقم 2 يعني طلبه وحصل على احسن بيبر يعني. هو كان دائما على فكره تخوي انا رجع كذا يعني اللي بقى في نفسه انت واحد قالها امس قال دائما الطالب اللي دائما متخوف بعض الاحيان الامور تمشي تلاقي الثاني الذي واثق من نفسه كذا وغلاه لا الثقه بالنفس العبد الرعب. انا اقول لا انا اقول ان الثقه بالنفس مهمه جدا، لانه دائما نكون واثق من نفسه اكيد صعوبات كثيره، لما تكون خايف دائما خايف حتى الاخرين لما تتحدث معاهم انت متخوف ما تمشي معك الامور. سبحان الله امور طيب ناخذ الان الاول الموديل 6. طبعا بالنسبه للمحاضرات اللي قام فيها الفلبيني من قبل هي اصلا عباره عن تغطي الكتاب كامل، شفت الكتاب عباره عن ثمان ايش؟ ثمان ابواب تغطي ثمان ملفات سلايدات. لكن انا طبعا باقي تقريبا السادس هذا والسابع والثامن، ممكن ازيد امر ايش؟ واحد اضافي مش كيف حسب الامكان يعني. معنا هنا الموضوع اللي هو استراتيجيك سورسينج اوت سورسينج اند فيلدر مانجمنت ايش؟ اكسلنس اللي هي إدارة التعهد الخارجي أو مثلا الطلب الخارجي بخصوص الشركات أو حتى المصادر، معنى آخر المصادر بشكل عام، مصادر ممكن تكون داخلية أو مصادر خارجية، بس كلها بإيش؟ ببراعة أو بإيش؟ أو بامتياز. المواضع اللي بناخذها اللي هي ميجر استراتيجيك سورسينج أند أوت سورسينج ديفينيشن، ترينز، توجهات، أوبورتونيتي سد الفرص والإيشوز أند إيش؟ Challenges. The strategy, sourcing business case, process and content, and identify build versus buy criteria. بركز أكثر حاجة على الحكاية ليش؟ اللي هي إن أنا ممكن آخذ متعهد خارجي هو اللي يقوم بالعمل أو إن أنا أعيش أستعين من المصادر ليش؟ الداخلية، إيش الفرق بينهم؟ The outsourcing end to end life cycle process. بناخذ هالمرة إيش؟ دورة حياة من؟ العمل مع متعهد. اللي بعده ذا فيندر سيلكشن ليش؟ الشركه او المتعهد كيف يتم اختياره؟ تقييمه كونتراكت نيغوشيشن اللي هي التفاوض بالنسبه للعقد اند اوورد ايش؟ بروسيس عمليه ليش؟ عمليه المنح. هنا اوورد مش معناته جائزه وانما ايش؟ منح ليش؟ منح العمل لما يقول تم فيه عندك انت تمنحه لمن شخص اخر. نقرا اول حاجه دائما واضح انا مستهل الكلام انا واضح من المحاضرات بايش؟ بكلام شخص اخر او بكلام بنقتبس بعض الجمل اللي موجوده في الكتب او كذا لازم نوضح اكثر عن الموضوع. اوت سورسينج از وان اوف ذا جريتست اورجنايزيشنال اند اندستري ستراكشر شيفت اوف ذا 21 سنتري. يعني يعتبر الاوت سورسينج يعتبر ايه؟ من الاشياء اللي
نقدر نقول انه تمثل تحول في القرن ليش الواحد والعشرين. هي كلمه شيب معناتها ايش؟ تحول القرن الواحد والعشرين. يعني ناس كثير الان تحولوا نحو ايش؟ نحو انهم يستخدموا متاحدين خارجيين او يستقلب عماله خارجيه افضل من الاضاحه من العماله ليش؟ المحليه. حتى قالها واحد هنا واحد امريكي شغال قال يو اس فيرمز هاف بيجن تو شيب مليونز اوف نولج جوبز. معنى كلمه نولج جوبز يعني اي تي تو فورين جوبز يعني ايش؟ يستقلبهم من بين من الخارج. وير لايبر از اريستيبل بارجين لانه اصلا دائما ايش؟ فرصه يعني بالاخير انك تستقلب عماله رخيصه او مثلا قويه هذه فرصه لا ايش؟ لا تقاوم. هذا معنى الكلام هذا. يعني حيث انه استقلاب اي عماله لا تعتبر فرصه ايش؟ لا تقاوم. And will probably remain so for a generation or probably ايش؟ longer. كيف يعني؟ يعني الثقافه هذه تبقى ايش؟ لجيل كامل الان او ربما ايش؟ او ربما اكثر. يعني كانه يقول انه الان معظم الشركات الامريكيه اللي موجوده دائما تحب الأعمال ما يتعلق بالاي تي ولا شيء، تحب الأعمال ايش؟ خارجيه، تستقلبها من الهند، من الصين، من اي مكان. تحب دائما تستقلب عمالة خارجيه اكثر من تستعمل الموظفين اللي داخل او الموظفين او حتى الناس اللي داخل امريكا بصراحه. وهذه الثقافه يعني اكيد اي واحد يعني يحب دائما يستقلب عماله قد تكون قويه، قد تكون فرصه قويه علميا يعني. وهكذا افضل له من انه يضعها يستعين بايش؟ بالموظفين اللي ما عندي في المجتمع عندهم مهارات ايش اقل. الحاجه الثانيه راح تكون رخيصه بعض الحين. استقلاب العماله الصينيه بعض الحين ايش؟ يوفر لك مبالغ كبير. الثقافه هذه عند الامريكيين يقول لك ممكن الثقافه ايش؟ تظل لجيل كامل او يمكن ايش؟ اطول من هذا الشيء. يعني يمكن مثلا بعد فتره معينه يرجعوا الناس او المعنى الاخر الامريكيين يفكرون انه نحن المفترض نحن نتوقف عن الموضوع هذا، المفترض نحن نبقى ايش؟ نحافظ على من نحن ناهل اللي موجودين ونستعين بهم. وحكايات زي اليابان، اليابان طبعا دائما الشركات ايش تعمل؟ حتى بعضهم بدل ما تستقلب عماله خارجيه تودي الشركه، الشركه كلها بكلها تروح للعماله. يعني كيف الشركات اليابانيه ايش تعمل؟ تاخذ تعمل مصانع، تعمل كذا في ايش؟ المناطق اللي فيها موارد بشريه ايش؟ رخيصه. قد تكون بعضها مش مؤهله، هي تؤهل. بس اهم حاجه عندي ايش؟ انها رخيصه. لذلك في الاخير الصين كافي من كافي الصين. النجاح كله كان سببه ايش؟ رخص العماله مما جعل الشركات كلها فالمره في معك اللي الاستثمار اللي خلاص يعني فرص الاستثمار الدوله سمحت للشركات كلها تستثمر بحريه اطلع ايش؟ ايش؟ تسهيلات للاستثمار هذه جعلت الشركات بدل ما تستقلب عماله خارجيه لعندي ايش عملت؟ هنا تصير نفسها راحت العماله. Strategic IT sourcing, outsourcing, and vendor management is part of execution management. يعني بالنسبة لأن العمل أو مصادر العمل هي أصلاً جزء من إيش؟ جزء من الإدارة إيش؟ من الإدارة التنفيذية. اللي بعده has become part of IT governance. يعني إنه أصبح إيش؟ جزء من الـ IT governance. يعني الجزء الخاص بالموارد البشرية والتعهد مرة العقود والاشياء اللي ترى تدخل ضمن ايش؟ ضمن الاي تي جفرنس. فيرتشوالي افري فورتشن 500 كمباني اوت سورس سم سيجنفيكانت بورشن اوف ذير اي تي سيرفيسز. يعني تقريبا حوالي 500 يعني شركه بشكل افتراضي دائما ايش؟ تعتمد على مصادر خارجيه بما يتعلق او حتى باجزاء بسيطه او اجزاء مهمه جدا بما يتعلق بالايش؟ خدمات الايش؟ خدمات الاي تي. المشكله بالعمل الاعتماد على الاعمال الخارجيه مثلا شركه ما تعتمدش على حق الموظفين، تقوم يشتغل دائما تستقلب ايش؟ الحراسه ولا حمايه. في بعض الشركات الحمايه ما تعملهاش داخل الشركه نفسها، شركات اخرى تقوم بالحمايه. رجع مثلا في الجزيره انه في شركات اسرائيليه تقوم ب يعني شركات عملاقه بالنسبه للحمايه وهي تحمي بعض الشركات العملاقه اصلا. كيف الطريقه المره اللي تستخدمها للحمايه؟ كيف تتبع مثلا الاشخاص اللي ممكن يروحوا الله اعلم. المهم ميجر اوت سورسنج ترندز اند تشالنجز هنا اللي هي التوجهات ولا ايش؟ والتحديات. مثل ايش هنا التوجهات والتحديات؟ الحاجه يقول لك الماركت دائما السوق ترندز ان كونتراكتنج ارتشنج يعني ميلان السوق للتعاقد يتغير. في البعض يقول لك والله انا احب دائما اتعاقد ما احبش ان انا دائما في الحراسه في الاشياء كلها اتعاقد مع شركات اخرى تقوم بالعمل هذا. انا فقط اركز على مين؟
ركز على حق العمل المهم، اما الاشياء الاخرى اترك لشركات اخرى ان تقوم بالعمل. واحد ثاني يقول لك لا ما احبش الشيء هذا، انا دائما ايش جزء بسيط فقط اتركه للشركات الخارجيه او التعاملات الخارجيه، لكن معظم العمل اللي يقوم به مين؟ الاشخاص اللي داخل الشركه. في بعض يقول لك انا ما ثقش باي تعهدات خارجيه، دائما اي عمل اسسه لنفسي داخل الشركه. اللي بعده كاستمر ار انكريزنجلي جوينج وذ ستراتيجيك سورس سبيشالست. طبعا هنا الكاستمر اللي هم الزبائن بالنسبه للاوت سورسنج، يعني دائما يميلوا انهم يطلبوا ليش تخصصات. اللي بعده كاستمرز ار بليسنج انكريزد بريجر تو سيرفيس بروفايدر تو بي سيرتيفايد. دائما الكاستمر من الكاستمر هنا مهم جدا نفهم هنا. بالنسبه للشركه، الشركه اللي احنا مثلا شغالين فيها من الكاستمر حقنا، الزبائن يشترون مننا المنتجات. لكن بالنسبه لما يكون في معنا متعهد خارجي، نحن نصبح كاستمر لمين؟ لهم، لانهم يقومون بمهام احنا. فالكاستمر هنا يعد على مين؟ يعد على الاشخاص اللي هم يطلبون المتعهدين الخارجيين انهم يشهدوا منهم. لانه لما يخدمه يقدم له ايش؟ يقدم له بالاخير ايش؟ باليو، يقدم له حاجات. يعني لكن يخدمه مثلا في عمليه الحمايه، معناته انه ايش يقدم له؟ يقدم له ايش؟ برامج حمايه وهذا اللي قال. الكاستمر ار بليسنج انكريز بريجر، يعني ايش؟ دائما الزبائن بالنسبه للمتعهدين الخارجيين او الشركات اللي انا عمل معها عقود، دائما يعني احاول قدر الامكان ما اخذش اي بروفيدر الا اذا كان ايش؟ اذا كان سيرتيفايد. كمان سيرتيفايد يعني معه شهاده من اماكن انه هذا البروفايدر ايش؟ يقدم خدمات بشكل افضل، ما يعملش النوصف شهاده جوده، شهاده دوليه بالجوده بالحاجات هذه. زي ما ذكرنا بواحد من الواحد من الفريم ورك ذكرنا انه يعمل اشياء. اوت سورسنج كان بي تشالنج، ممكن يكون تحدي. ليش؟ لانه ممكن يكون الاداره والجوده باي ان سورسنج ممكن تكون ايش؟ افضل. كيف يعني؟ هذا يكون تحدي بنفس الوقت يكون افضل كيف؟ بالنسبه للاوت سورسنج كان بي تشالنج، يعني الاعتماد على التعهدات الخارجيه يمكن يكون ايش؟ يمثل لي يعني هو نفسه ثقافة تعتبر تحدي. ليش؟ يعني انه انا كثقافة انا استخدمه ولا ما استخدموش. ليش؟ لانه يمكن يكون الناس اللي داخل سببني مشاكل ممكن يكون افضل. فدائما ما بيمشي الى اللي داخل المؤسسة ممكن يكون افضل. لانه قلت لنا انسورسنج، لانه في معنا حاجه اسمها اوت سورسنج في حاجه اسمها انسورسنج. ايش الفرق بين الانسورسنج والاوت سورسنج؟ المصادر الخارجيه الان الاوت والانسورسنج اللي هي المصادر ليش؟ المصادر الداخليه. اللي بعده فانكشن بيج اوت سورسنج بيكم استراتيجي، يعني كم نسبه ممكن تكون الوظائف اللي ممكن نطلب فيها متعهد خارجي وتصبح استراتيجيه بالنسبه لنا، هذا يعتبر تحدي. اللي بعده increase cost saving by insourcing، يعني انا بعض الاحيان ممكن اقول ان الانسورسنج يوفر لي ايش؟ يوفر لي تكلفه. اللي بعده انه الفندر انفلكسبيليتي، ممكن بعض الاحيان ايش؟ الفندر او الشخص اللي متعهد ممكن يكون ايش؟ ما يأديش او معنى اخر ما فيش ايش؟ ما فيش مرونه. هذا مفهوم الفرق هنا ما بين ايش معنى كلمه شلانجينج هنا؟ وايش معنى المصطلحات هذه؟ انه ايش؟ انه ممكن تكون اول حاجه الاداره والكواليتي باي انسورسنج افضل يعني امبروفد حسنا. الفانكشن بي اوت سورسنج بيكم استراتيجيز، يعتبر تحدي كيف ان انا اخلي اي اشياء او وظائف وضعتها باقي من الخارج تصبح استراتيجيه بالنسبه لي، هذا يعتبر ايش؟ تحدي. لانه مجرد ان انا اخلي الفانكشن هذه تعتبر استراتيجيه معناته انه في اشياء تتعلق بالملكيه الداخليه خلت الاستراتيجيه تبعي. اللي بعده increase cost saving by insourcing، بعض الأحيان ممكن تكون التكاليف أقل باستخدام الانسورسنج. الفندر انفلكسبيليتي، بعض الأحيان ممكن الشخص المتعهد اللي بيستخدمه ممكن يكون ايش؟ غير ايش؟ غير مرن. طبعا هنا نتكلم عن التكلفة بالبند الرابع، بس بعض الأحيان التكلفة ممكن تكون على حساب مين؟ على حساب الفاليو. ولا لا؟ أنا قلت إنه خلاص